So the floor is yours, and thank you for your efforts in conducting this virtual visit. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. مشكورين على حضوركم اليوم في هذه الإيفنت الفيرتشوال فيزيت. إن شاء الله اليوم بنرويكم سيمس ديتكتر. أنا عبد الله صباح، مثل ما قال الدكتور، طالب دكتوراه في جامعة البحرين، ومعي زميلي. أهلا أهلا، إياكم علي مرزوق، أهم يعني من طالب من جامعة البحرين، وحاليا احنا موجودين في سيرن في السي ام اس في منطقة اسمها سيسي. السيسي قرية في الجانب الفرنسي. احنا مكاتبنا موجودة في منطقة ثانية اسمها ميران، عكس الاتجاه اللي احنا فيه، بس الديتكتر اللي نشتغل عليه موجود في الجهة الثانية من الجانب الفرنسي. ديتكتر تحتنا حاليا 100 متر تحت الأرض، احنا فوق. اللي ورانا، اللي تشوفونه البوستر اللي ورانا، هو صورة 1 to 1 لحجم الديتكتر. فهذه هي الصورة. بنتكلم بعدين عن أجزائه. تشوفون حاليا هني مثلا المكان اللي يصير فيه التصادمات، تشوفون كذلك الأجزاء اللي هو التراكر، وبعد عندنا شيء نسميه الإيكال والإتشكال، عندنا هذه اللي هو المغناطيس اللي من خذينا الاسم كومباكت ميون سولينويد. هذه السولينويد اللي هو الملف، نفس التجارب اللي كنا نسويها قبل في المدرسة، ناخذ كويل ونلفه ونحصل مغناطيس بسبب التيار الكهربائي، نفس الطريقة بس على حجم عود. وهذه اللي برا نسميه الميون تشامبر. هذه اللي تشوفونها قدامكم هو صورة، بعدين بنشوفها إن شاء الله. اليوم الحمد لله محظوظين، أنتو جدا جدا محظوظين، لأن الأصل أن الفيزيت يوقف في الحوش مال الديتكتر، بس اليوم بتنزلون ان شاء الله وبتشوفون كامل الديتكتر، لان عندنا تكنيكال ستوب. تكنيكال ستوب والديتكتر بيكون مفتوح. هذه الفيزيت بيكون تفاعلي، فاي وقت تقدرون تشاركون، تتكلمون، تسالون. بتشوفون علي بينزل تحت بعدين ان شاء الله، بروويكم تفاصيل الديتكتر اللي تحت. تقدرون تكلمونه، تقاطعونه، عندكم انتم المايك وتشاركونا، وكذلك بنخلي مجال حق الأسئلة بعد في النهاية. في شيء بعد؟ بس على ما جينا يومي اللي هي راح يعني تكون عندها الموبايل كاميرا. حاليا احنا قلت بتكلم لكم عن الاسمبلي هول اللي احنا فيها حاليا. المنطقة هاي الحين انا حاليا واقف فوق الديتكتر، الديتكتر صاير 100 متر تحتنا. فهني في هاي القاعة اللي احنا فيها وهم بعورها، ما ادري ما تبين من الكاميرا، ركبوا او سووا الاسمبلي لاجزاء الديتكتور، حوالي 15 ديسك سووا لهم اسمبلي في السيرفس ونزلوهم تحت الارض في هذا الشافت اللي تحتنا. يعني الارض اللي الحين انا واقف عليها هذه يقدرون يسوون لها سلايد وتنفتح، تصير نوع الحفرة اللي طولها حوالي او عمقها 100 متر. في كان عندنا بعض الديسكس كبيرة، بعضها يعني خلينا نقول ثقيلة، بعضها أخف وزنا. الأكبر ديسك أو خلينا نقول أثقل ديسك كان وزنه حوالي 2000 طن، ولما نزلوه 100 متر تحت الأرض كان عندهم بس 10 سنتيمتر كليرنس. فتخيل أنت قاعد تنزل شيء 2000 تنز 100 متر أندر جراوند، واللي يعني عندك بس 10 سنتيمتر كليرنس، إنه الشيء كلش كان صعب. وبس ان لان خلينا نقول هندسه صح فطلع يعني ممتاز. هي شغل طلاب الهندسه مثل علي، هو اللي حاليا واحد من البروجكتس اللي يشتغل عليهم، عن اتوقع لتنزيل مواد او شيء ايه، تحت الارض. عندنا كولينج سيستم، بس الكولينج سيستم مال بعض اجزاء الديتكتور از بيست اون سي او 2. اوكي، فبيسوون له ابجريد لان راح يصير ابجريد للديتكتور، فبنحتاج كولينج كاباسيتي اعلى بمراحل يعني.
بأوردرز اوف ماجنتيود، فمحتاجين ان نكبر السيستم، فعندنا كذا ماشين نحتاج ننزلها تحت الارض ونسوي لها انستليشن في السيرفس كافرن اللي بعدين راح نشوفها. ف في قاعد ادرس شلون ننقل كل هذه الاجهزه وشلون نركبها ونسوي لها الانستليشن، فشيء كلش حلو يعني انه هندسه. يعطيك العافية. تبي تروح تستعد؟ يا أوكي، علي بيروح يستعد حق ال تبي تشغل لنا ذي قبل لا تروح؟ بيشغل لنا نوع البوستر، نشوف فيه نوعا ما طريقة التصادمات اللي تصير أو اللي إحنا نتكلم عنها. ما أريد تشوفون هني عندنا نوع ليتات الاي دي، في البدايه تطلع بروتونات من عندنا كومبلكس. هاي المنطقه في ميران في فرنسا، في سويسرا، واحنا هنا حاليا في فرنسا. فاول شيء يسرعونها في حلقه صغيره، وعقب يسرعونها في حلقه اكبر منها اللي هي الاتش سي، اللارج هادرون كولايدر. السرعه تقريبا هني توصل الى سرعه مقاربه لسرعه الضوء. طريقه التسريع يسرعونها بواسطه مغناطيسات، ويحنونها كذلك بواسطه مغناطيسات. عقب توصل حق مكان يسمونه انتراكشن بوينت، عندنا اربع منهم، هذه سي ام اس، هذه اسمها اطلس، عندنا ال اتش سي بي واليس. فليش عندنا سي ام اس واطلس في اتجاهات متعاكسه؟ الفكره انهم اثنيناتهم جنرال بيربس ديتكتور، فممكن نستخدمهم حق اي نوع من التصادمات او اي نوع من البارتيكلز او الجسيمات. اوكي، ف the slides are on now. اوكي اوكي مثل ما تشوفون هنا عندنا في السلايدز اللي قدامكم، هذه هو الكومبلكس حق الاكسلريشن. في البدايه عندنا يصير تسريع في مرحله اولى مع مراحل مختلفه ولين ما نوصل حق ال سي. واذا تلاحظون في سنوات على كل مرحله من المراحل، فمثلا هذه عندنا 1959، هني في السبعينات، في التسعينات، لين ما وصلنا ل 2008. فهذه مشروع، مو بمشروع يوم واحد او سنه واحده او 10 سنوات، هذه مشروع بحث 70 سنه. اللي تشوفونه اليوم ممكن تنبهرون به، لكن مو شيء صعب، انتم اليوم تقدرون تشاركون فيه، وعلى مدى السنين تشوفون ان شاء الله نتائج هذه الابحاث. يبي لها نفس طويل، يبي لها ميزانيات، يبي لها صبر، بس ممكنه. فهذه هو الكومبلكس، هذه طريقته تقريبا تحت الارض، 100 متر تحت الارض. اسباب مختلفه، 100 متر تحت الارض عشان يحمي الناس القريبين منه من الاشعاع. الإشعاع خفيف كلش، بنتكلم عنه بعدين. على روحتك عالي. ها إيه، بس خلينا نوصل. هذه هم التجارب اللي تكلمنا عنهم، أطلس، سي ام اس، ال اتش سي بي اليس ولا اتش سي. تبي تتكلم ولا وين رايح؟ اوكي، قول لهم وين رايح انت بالضبط الحين. اوكي سو حاليا جهزنا عشان نروح على الاندر جراوند. مثل ما تشوفون في كذا شيء لازم نسوي. اول شيء نلبس الهلمت السيفتي شوز، وناخذ يعني الدوزيميتر اللي يقيس الراديشن هني. وي ريلي دو كير اباوت السيفتي، ف لازم نهتم فيه. وحاليا جهزنا، وعبد الله راح يتكلم وياكم على ما نروح الى الاندر جراوند. احتمال ينقطع شويه في الليفت الانترنت. ايه، حاليا علي بيروح حق مكان الدخول حق التجربه، هو عباره عن ليفت ومحميه بجيتس. اذا تشوفون السلايدز، هذه هم الاقسام نوعا ما مخطط حق التجربه اللي تحت الارض. في الأماكن اللي فيها الديتكتور، علي الحين حاليا بينزل حق هذه المنطقة وبرويكم إياها في الواقع. يعني هذه الديتكتور اللي بتشوفونه أجزاء إن شاء الله على الحقيقة اليوم. مثل ما قلت لكم،
هذه اللي تشوفونه اليوم شيء هائل، لكنه هو نتاج سنوات من العمل، مو بنتاج يوم ويومين او بروجكت او بي اتش دي ثيسس واحد. هذا هو الديتكتور، عباره عن كانه مثل الكاميرا، عباره عن مجموعه من السنسرز. فطلاب هندسه الالكترونيات، طلاب هندسه الكمبيوتر، انا متاكد انهم سووا شيء مقارب حق اللي بتشوفونه اليوم، لكن هني عندنا فقط على مستوى اكبر وعلى ميزانيات اكبر. فهذه كلهم اللي تشوفونهم اجزاء ديتكتور هم عباره عن سنسرز، والسنسرز هذيل متوصلين باجزاء ثانيه يسمونها ريد اوتس. فناخذ قراءات من السنسرز، عمليه القراءه من السنسر يسمونها داتا اكوزيشن او استحواذ على بيانات. الاستحواذ على البيانات لان كميه البيانات هائله مثل ما بنتكلم بعدين، فنحتاج نظام ثاني اسمه تريجر. التريجر هو عباره عن نظام اللي يقول شنو المهم من البيانات وشنو الغير مهم فنرميها. ومن حسن وسوء حظنا ان نسبة فوق 99.999 من البيانات ما لها أهمية، فنحتاج كلها نرميها. وهذا شيء ضروري لأن احنا عندنا 40 مليون تصادم في الثانية. 40 مليون تصادم في الثانية يعني كل تصادم تقريبا يأخذ من ميجا إلى 2 ميجا من البيانات. فإذا خزناهم كلهم هذيلا، حاليا ما أعرف أنا إذا في تكنولوجيا تقدر تخزن، وحتى لو نقدر نخزنهم كلهم فمثل ما قلت لكم 99.999 من البيانات غير مهمة، فخسارة ان نخزنهم. فاللي يصير ان احنا نختار بواسطة، اول شيء مثل ما قلت لكم عندنا نظام استحواذ اللي هو داك نسميه احنا داتا اكوزيشن، وعندنا كذلك نظام يقرر شنو هو البيانات الزينة من البيانات مو بزينة اللي هو التريجر. هذه معلومات عامة تشوفونها على ذي السلايد. وزن الديتكتر كامل بأجزاء 14,000 طن، طوله 15 متر، ارتفاع من ناحيه الديامتر، وعندنا تقريبا 30 متر الطول الكلي. من المشاكل العوده اللي نشتغل عليها هني هي شلون نتعامل مع البيانات الكبيره اللي جايه من هذه الديتكتر. مثل ما قلت لكم 40 مليون تصادم، كميات هائله من البيانات. فبعدين بنشوف، بنتكلم اكثر عن نظام التعامل مع البيانات. فعندنا مثلا اول شيء تحت عندنا شيء يسمونه ليفل 1 تريجر، او النظام الاول لمعالجه البيانات او اختيار منها. وهذه غالبا يكون عباره عن هاردوير سيستمز اف بي جي ايز اسكس وهاللون. اهلا، هلا سامحة علي، على المقاطعة ابو ابراهيم. بس هاي نخلي علي وياكم الحين دام انه وصل، وبعدين ان شاء لا الله بس نكمل. بناخذ دقيقة واحدة. ايه حاليا راح ندخل على الليفت، فمثل ما تشوفون بعد واحدة من الأشياء اللي نسويها حق السكيورتي إن نسوي أول سكان للدوزيميتر، بعدين نسوي سكان لعيوني، بعدين راح يفتح لي الباب عشان أدخل داخل الكافرن. فحين راح نشوف إن شاء الله بدون مشاكل علي هالمرة. إن شاء الله. هذا الحين نظام المسح العيون اللي قاعد يسوي علي. اي ها نقول لهم شو السالفة علي؟ ليش ما يداخلك من البداية؟ لأنه ما يحبني. لا هذه معلوماتك الشخصية أنت لازم تشاركها. إيه، فالظاهر في شف البايومتري. في شيء في عينك علي، كل الناس يمشي معاهم السكانر. إيه، ما أدري ليش أنا يعني ما لا ما فتح. اوكي، كمل عبد الله وراح اوكي نسوي له حل وبنرجع نشوفكم من داخل. اي اوكي، ممكن نكلم التكنيكال ميوت مي. شيفتر يسوي لك شو اسمه، يطوفك. بنتكلم بعدين بعد عن الشيفترز او المناوبين اللي يتحكمون في التجربة و يهتمون فيها بشكل مستمر.
خلينا نتكلم عن مرة ثانية عن التجربة وش اللي يصير فيها تقريبا. مثل ما تعرفون احنا هنا عندنا هذا اللي تشوفونه اللي نوع البايب في الوسط نسميه احنا البيم، هو اللي تينا في الهدرونوتس او البروتونوتس. وشلون حصل البروتونوتس؟ عندنا ذرات هيدروجين مع منزوعة الالكترون، فتصير عبارة عن هيدروجين عن بروتون، وتكون موجودة في كونتينر صغير في ال LHC كومبلكس، ويتم تسريحها في خلال المساعد دائرة اللي شفتوها كاملة، وتينا عندنا هني في البيم، وهذا اللي في الوسط نسميه الانتراكشن بوينت، هو المكان اللي يصير فيه التصادمات. شلون يصير تصادمات؟ يصير تصادمات لأن عندنا بيم رايح في جهة وبيم جاي في الجهة المعاكسة، وتصادمون في الوسط. ما نصادم فقط بروتونز، في الواقع الفترة الحالية نصادم أيونات الرصاص، هي أثقل بويد من البروتونز. شهر واحد من السنة غالبا يكون نهاية السنة قبل التكنيكال ستوب اللي نستخدمه حق المينتننس، نصادم فيه أيونات شوي ثقيلة نسميهم هيفي أيونز. فالفكرة منهم إن إحنا نشوف نوع ثاني من الداتا ونوع ثاني من التصادمات. والسبب إن إحنا ما نسوي طول السنة هيفي أيونز لأن أجزاء الديتكتر ما بتتحمل. عندنا هني في الوسط راديشن، فهاي الأجزاء Now الديتكتر it came back. كلها. أوكي علي وصل عند أيوة، اللفت، إحنا حاليا يلا جنب اللفت، فبنروح إحنا نستخدم هذا اللفت عشان التنقل من الأندرجراوند للسيرفس، لأن يعني ما يصلح تركب 100 متر درج لفوق كل مرة. بالإضافة إنه حتى يعني لما يصير عندنا emergency أو شيء، الشيء الأول اللي نستخدمه حق الإيفاكويشن أو حق خلينا نقول الخروج من تحت الأرض هو اللفت، ما نستخدم الدرج لأنه أأمن. اللفت هو فاير بروف فجدا قوي مثل ما تشوفون من داخل، وهني خلي لنا كم متر قاعدين ننزل. طبعا راح نروح ماينس 3 عشان ندخل على السيرفس كافرن، بنخسر أو بينقطع الاتصال عندنا بالإنترنت، فعبد الله راح يكمل يعني حاليا. اوكي على ما يوصل عليه تحت الارض، ما بياخذ وايد. حبينا نقول لكم ان هذه الكولابوريشن ابتدى مع جامعه البحرين من تقريبا 2019، والدكاتره شغالين عليه من قبل، وبدا بمشاريع في الكمبيوتنج والانجينيرنج، وان شاء الله نشوف مشاريع بعد جايه في الفيزيكس. فاذا حابين حاليا عندنا السمر بروجرام يقبل طلاب حق التسجيل، ممكن اشارك معاكم من اللينك بعدين. وعندنا مشاريع وايد، ماجستير ودكتوراه، اللي يبغي ممكن يكلم الدكاترة، واللي عنده أفكار ممكن تنفعنا، ممكن بعد يدخل معنا في الكولابريشن. في الكولابريشن تقدر تشتغل من البحرين أو تشتغل من هني، يعتمد على نوع الكونتريبيوشن مالك. واحدة من أهم الكونتريبيوشنز اللي وصلت أو بتوصل قريب حق سي ام اس من البحرين هو رافعة، تم تصميمها وتصنيعها بواسطة طالب ودكاترة من جامعة البحرين، عبد السلام، دكتور زهير من الهندسة وغيرهم، تصنعت كامل ألمنيوم بحريني، أيدي عاملة بحرينية. وعلي شكله وصل تحت الأرض. علي قاعد يكلم ظاهر الشفتر، ما يندرى شن ده بالضبط. المهم الكولابريشن موجود والمشاريع موجودة، وعليكم مبادرة يعني، تكلمون الدكاترة. شغلة ثانية اللي بنتكلم عنها، عن موضوع الكولابوريشن وموضوع
كمل هاي المعلومات اللي تعلمونا بوجودكم هني في كولابوريشن بهالحجم. مثل ما قلت هذه كولابوريشن من الخمسينات موجود الى اليوم، في ناس عندهم خبرات طويله 30 40 سنه. شفنا شخص عمره 100 سنه للحين يحضر هالايام، يعني يشارك بخبرته ويتواصل مع الطلاب. ف مكان ممتاز لاكتساب الخبرات، و اللي تشوفون اللي علي المفتاح اللي ظهرنا عنده مشكلة علي في الدخول من الباب، فاضطر يستخدم مفتاح حق الباي باس، أو أنه لأن الفيزيت هذه بيكون. أهلا عبد الله، هلا علي، الله يسلمك. مو لأن عندي مشكلة أحتاج أستخدم المفتاح، هذه عشان الحمد لله. الراديشن. لا الحمد لله أن أوريدي فتح بدون ما يعني نحتاج نكلم تكنيكال شفتر أو شيء. بس هني اليوم عندنا الدخول للإكسبيرمنتال كافرن متاح فقط، خلينا نقول هو شورت اكسس، يعني الكافرن المفروض ما تفتح في هالفتره. حلو، فبسبب هالشيء ان اي واحد راح ينزل على الاكسبيرمنتال كافرن في سبيسيفيك بروسيجر تو فولو، فلازم نمر بهذا البروسيجر. يعني هو مو اوبن اكسس، فاهم كيف؟ اوكي I think I lost the connection or لا عندك علي، نسمعك. okay. توكل. okay. So حاليا بنبدل التلفون حق ظهر حق الماجنتيك فيلد يمكن او شيء، ما ادري. فبننقطع عنكم شوية. الماجنتيك فيلد اللي تكلم عنه علي هو المولد بواسطة المغناطيس، الملف اللي تكلمنا عنه قوته عند الماجنت 3.8 تسلا، لكن في المكان اللي حاليا عليه موجود أقل من 1 تسلا، لكن يوصل، وممكن تجرب أنه يوصل معك، بأريكم علي بعدين إذا في أجزاء قابلة للمغناطيس الجريبة بسرعة. تتماغنات وتلصق، وتشوفون بعدين حتى بيبر كليبز او مفاتيح كريدت كاردز ممكن تخترب اذا نزلت تحت. كريدت كاردز وضعها افضل، بطاقات اللي تفتح ابواب الفنادق مثلا هذه اوكي الجريد مالها اقل، فممكن الماجنتيك سترايب اللي فيها يخترب بسبب وجودها تحت. اوكي شالي اوبن ذا كاميرا. ننتظر علي الحين من الكولابوريشنز اللي اوكي اهلا مره ثانيه. حاليا قاعدين في الانفاق مال اليو اكس سي او الاكسبيرمنتال كافرن، ومثل ما تشوفون رايحين جهه الديتكتور. طبعا الديتكتور عاده الاكسس حقه يكون مغلق وقت ما البيمزون اوبريشن، يعني لما يكون عندنا سيركليتنج بيم، لما التجربه شغاله الاكسس حق الاكسبيرمنتال كافرن يكون متوقف وما نقدر ندخل لها. بس اليوم عندنا شورت ستوب ظهر لين الساعه 12 او شيء، فعشان كذي قدرنا ندخل، سوينا لكم واسطه. الحين نشوف هذا الديتكتور من هذه الجهة، هذا الحجم يعني كلش كبير. مثل ما تشوفون هني عندنا وين ما يمشون الذرات، وعبد الله حاليا فوقنا بالضبط. هني I don't know. I just want to show them the scale of the detector and how large is it. Okay, أنا عندي سبانر في كيسي ف قاعدة تروح على ال واو على شو اسمه على الماجنتيك فيلد قاعد يتحكم فيها، ف قاعدة تروح جهة الديتكتور
وهم ان عسكم الله الجوتي ماله في ميتال شفت شو، فقاعد يلزق في الارض بسبب الماجنتيك فيلد، فشعور حلو. بس ايه وهذا هني كان ايه يذكرون قبل التجارب اللي كنا نسويها في الابتدائي لما نحط برادة الحديد ونشوف اتجاه المجال المغناطيسي، هذه السبايدرمان. نفسها بس على حجم كبير جدا. يا فهذه قوة المجال فالماجنتيك المغناطيسي. فيلد عندنا داخل الديتكتور 3.8 تسلا، بس في المحل اللي احنا فيه اقل بواجد، يعني ما ادري كم تسلا بالضبط، بس ان تيرمز اوف لايك ملي تسلاز يعني. بالنسبه للديتكتور نفسه ما بنقدر خلينا نقول نشوف السب سيستمز بالضبط، بس اتصور عبد الله يقدر يراويكم من السلايدات. عندنا في النص كلش البيكسل تراكر. عبد الله فاتح السلايد او ايه بس ما اريد، خليهم يشوفون الفيديو الحين بعدين ممكن اوكي نراويهم انزين. التقسيم في السلايدز. حلو، هاي ايه جدا ممتعين. ايه المهم، فعندنا بعد البيكسل عندنا بيجي عندنا الايكال، او بعدين بعده بيجي الاتش كال الهادرون كالوريمتر، وبعدين عندنا الميون تشامبر. في كل جزء من هذين الاجزاء بصير تراكنج حق نوع معين من البارتيكلز. مثلا في البدايه في البكسل عندنا بشوف التراجكتوريز مال تشارج بارتيكلز، وبعدين نفس الشيء في الاي كال. بعدين لكن الاتش كال بيكون لما يروحون فيها الهادرونز بيسوون بنتريشن، وراح يشوف وين بالضبط الديتكتور ضرب السنسر، وبيسوي ريكونستراكشن حق الباث ماله كامل. وبس عندنا بارتيكلز معينة مثل الميونز ان تقدر تمر من الهادرون كالوريمتر، لان خلينا نقول ان برنسبل الهادرون بجود كل البارتيكلز عادة، خلينا نقول الميونز لانها ثقيله. الميون هو الكترون، بس خلينا نقول الحجمه او سوري الوزن ماله الكتله مالته كتلته. اثقل بواجد من الالكترون. فهذا بيطوف من الاتش كال وبروح على الميون تشامبر. الميون تشامبر الحلو اللي فيه ان السيجنال اللي فيه راح تكون فيري كلير، لان عندك باقي البارتيكلز هي قاعد تطير. ما يمرون اليه لان الهادرون بيوقفون في الهادرون كالوريمتر. فهناك بنشوف اشياء خلينا نقول جدا انترستنج فيه. Shall we اوكي. go on the minus one or from that side? Okay. Onyx one. علي يقول سلطان الظاهر الماجنتيك فيلد خذك كامل حاليا، السلايدز طالع عندكم نشوف Okay. الكروس سكشن من بس الديتكتور. okay. أنا ما أدري شنو اللي قاعدين تشوفونه، بس نشوف الحين بقدر. الفيديو اللي عندك، تبي تروي لنا الهيدروليكس ولا؟ Okay. ف هني عندك الايرباد هادلين، احنا السي ام اس صح ومركب، بس هو متكون من كذا ديسك. باي ذا واي تسمعوني ولا الصوت عالي مال النويز اللي هني؟ مسموع صوتك، الكاميرا شوي يصير لها بلر بسبة اوكي الماجنتيك فيلد. ذا كاميرا از بلر. اوكي ناو ناو لا اتس لا، اوكي. بسبب الماجنتيك فيلد قاعد يصير هذه الأفكت اوكي على الكاميرا. اوكي ذن. المهم عندنا هادلين الايربادز يستخدمون عشان يحركون اجزاء الديتكتور، لان عندنا الديتكتور يكون في closed configuration وفي open configuration. لما يبون يسوون maintenance او يبدلون بعض الموديولز يشيكون مثلا بعض الكولينج بايبس. نستخدم هادلين الاشياء هاي الايرباد عشان نحرك اجزاء الديتكتور. نقدر ويموف خلينا نقول on ال الزي اكسس حوالي في الاكسبيرمنتال كابن. نشوف كذا هيفي سيستم
او هيفي ليفتنج. يا طبعا كل سلايس او لاسمه الخاص ولرقمه. حاليا الحين احنا في الجهه الثانيه في الماينس سايد، بتشوفون انه صاير انه سيمتريكال، يعني انه نفس الشيء من تقريبا من الجهتين. هني عندنا جهه الاند كابس، واتوقع انه يبين الشافت اوضح احنا من هذه حاليا الجهه. فوقكم بالضبط، في هذه النقطة ايوه احنا فوقكم بالضبط. ايه هذه هو الشافت بالضبط. البير. جدا. هني نزلوا القطع مال الديتكتور، يعني واحده ورا واحده. في واحد من هالاماكن بيتم استخدام الرافعة اللي تم تصنيعها في جامعة البحرين حق المينتننس. عبد السلام مو ايوه موجود ويانا عشان يعطينا تفاصيل اكثر اليوم. لكن في للاسف. واحد من هذه الاماكن. shall we go on next one or like because we can show also other stuffs and the rocks from there but I don't know. Nah, never mind. هذه الإلكترونيات اللي دار مدار علي كلها هي غالبا يا أشياء متعلقة بالكولينج، يا كيبلز متعلقة بريد أوت سيستمز، فأشياء وايد. يعني إذا علي بيجرب يسحب كيبل بنعرف شنو اللي انفصل. كلها في كيبلز كوبر، في كيبلز فايبر، يعتمد على نوع الديتكتور. ومثل ما قلت من قبل هم مجرد سنسرز متوصلين بريد اوت يونتس، بس على حجم كبير جدا. فاللي اشتغل من قبل على الهاردوير، اللي اشتغل على اردوينو، هيت سنسرز، فوتو سنسرز، نفس هذه الطريقه تقريبا بس على حجم كبير. طبعا حجم كبير معناته بيانات اكثر، معناته طاقه اكثر. ما اريد علي ذكر ذي الشيء والله لا، بس اوكي المغناطيس نفسه يحتاج 18000 امبير عشان نولد المجال مثل ما المغناطيسي. قال عبد الله، هني عندنا ملايين الكيبل، ملايين السيرفيسز، مثل ما تلاحظون الفايبر اوبتكس، الكولينج بايبس، يعني وصايرين على بعض. بس وي كيب تراك اوف افري واير، يعني مثل ما تلاحظون هني كل واير معلم بالكود ماله. هاي كان اوكي وانا قاعد اتكلم قوية جدا. اوكي ف وهذه فقط علي نص تسلا، ترى هذه مو نتكلم احنا عن 3.8 تسلا. 3.8 في طرف هاي الجزء المعدني عندك نص تسلا فقط، فلو انت على 3.8 تسلا ممكن تلصق فيه بكبرك. Is it the maximum? هل أحد عنده أسئلة من الموجودين حق علي دام إنه هو تحت؟ نشوف إذا في أسئلة في الزوم. نو no. حاليا لان احنا محكومين بوقت معين، فعشان نستغل الوقت راح نروح على السيرفس كافرن. طبعا مثل ما قال لكم عبد الله في البدايه ان سي ام اس هي التجربه الوحيده اللي تقدر تروح تحت الارض وقت ما البيم از اون اوبريشن. بس الجزء اللي تقدر تروحه تحت الارض طول الوقت او في طوال السنه هو السيرفس كافرن اللي الحين راح نشوفها. الاكسبيرمنتال كافرن هي الجهه الثانيه اللي حاليا احنا فيها، اللي موجود فيها الديتكتور، اللي تكون مسكره وقت ما نسوي التجارب الفيزيكس. فحاليا راح نروح الى السيرفس كافرن، راح نشوف شنو السيستمز اللي هناك، وراح
نتعرف عليها اكثر و يلا شوفوا ياي. 'Shall we check؟ عندكم أي Yeah. أسئلة قبل ما يعني علي طبعا يطلع من ال من صوب الديتكتور؟ تبون يرويكم شيء معين؟ الجماعة اللي في الأوبن لاب ممكن تفتحون المايك تشاركون. علي لحن يرويكم الماجنتيك فيلد. مثل ما تشوفون ماجنتيك فيلد هني اضعف مساع، كان ان صعب اجود هالشيء. وكل حين يروح يلزق في حديده معينه، بس الحين في ماجنتيك فيلد بس اضعف. هذا طبعا السبانر اللي عندي او هالشيء انه ثقيل في وزن، مع ذلك ان بشوفه قاعد يطير بسبب الماجنتيك فيلد هني، لانه طلعنا من خلينا نقول من جهه الديتكتور، فقل عندنا الماجنتيك فيلد، فقل التأثير مال هذا الشيء. بس بعد على الرغم من ذلك هني موجود في ماجنتيك فيلد. لما نروح في السيرفس كافرن راح اراويكم انه ما زال التأثير موجود. فحاليا راح نطلع اوكي تيك يور تايم. Can you show the slides, سلطان please؟ هذه كروس سكشن حق الديتكتور اللي رواكم عليه الحين، مثل ما شفنا الانتراكشن بوينت في الوسط يصير فيها التصادم، وعقب المغناطيس هو اللي يسبب حنيات الجسيمات هذه، فيعتمد على شحنة الجسيم ينحني انحناء معينة، واللي ما ينحنون فمعناته مو مشحونين. عندنا في البداية الترايكر اللي هم عبارة عن سيليكون ستريبس، عقب عندنا الايكال الكترومغناطيك كالوريميتر، كالوريميتر يعني مقياس حق الطاقه، يمتص كل الالكترومغناطيك الجسيمات، هم عباره عن كريستالز، كريستالز عجيبين يعني 80% منهم متل لكنهم شفافين. وبعدين عندنا الاتش كال الهادرون كالوريميتر يقيس الانرجي مالت الهادرونز، وعقب ما يطوف من الماجنت الا الميونز والنترينوز مثل ما قال علي من ساعه. فهذه هو الكروس سكشن. مثل ما قلنا الانحناء يبين لنا المومنتوم، كل ما زاد الانحناء كل ما معناته الانرجي اقل، كل ما قل الانحناء معناته الانرجي اكثر. تذكروا معادله اينشتاين المشهوره اي ايكوال ام سي سكوير، يعني لما نقول اثقل الماس اثقل نقصد بعد كذلك ان الانرجي مالها اعلى. فلذلك يعني بعضهم تشوفونهم يخترقون، كل ما زادت الانرجي مالتهم ممكن يخترق اشياء اكثر في الديتكتور، والباقي كلهم يوقفون هني. طبعا يوقفون هني معناته هني عندنا ديتا اكثر، بس هني عندنا وضوح اكثر حق السيجنال، فلذلك المون تشامبرز مهمين عشان نشوف شنو هما السيجنالز. ومثل ما قلنا مرة ثانية 40 مليون تصادم يمرون هني في الثانية، وهذه كلها عبارة عن سنسرات متوصلين بأجهزة قراءة بيانات. مثلا هني عندنا سيليكون ستريبز، هني عندنا كريستالز، هني عندنا عقب في الجهة الثانية عندنا بعد سيليكون بس مثل البكسل سنسرز، عندنا الاتش كال نفس الشيء، عندنا المغناطيس اللي تكلمنا عنه. علي وين وصل الحين؟ ودنا لو تشاركونا بالأسئلة. علي احنا حاليا في الماينس 3 مثل ما تشوفون، حوالي 100 متر تحت الارض شويه، وراح نطلع على السيرفس كافرن. السيرفس كافرن الباث اللي بنروحه في الماينس 2 يعني اعلى من الطابق، حوالي 88 متر تحت الارض، وراح نشوف وياكم. بس ما ادري اذا احد عنده اسئله او شيء يقدر يتفضل. يا ريت والله في الزوم ما في شيء حاليا. Okay. السلام عليكم.
عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة. تسمعني عبد الله؟ اي نعم، أنا دكتور محمد يوسف. هلا دكتور، هلا. انا اقول كيف الصوت مو الصحة؟ إن شاء بغريب. الله بخير، بخير، الله يسلمك، الله بالتوفيق يحفظك، إن شاء الله. وياك الله يسلمك. شكرا جزيلا على الجولة، بارك الله بكم على الجهود. ما وبس درينا انك أنا موجود دكتور، يعني كان ليس المفروض بس تشاركنا. إضافة للطلاب مالنا حتى يعرفون، هذا أكبر جهاز علمي في العالم. اي نعم، وزن هذا الجهاز 13,000 طن، يعني يعادل وزن 20,000 سيارة. بالتصوير صراحة كنت أتمنى تخترقون الديتكتور، تشوفوا مقطع بس ظاهر إنه صعبة. العملية لا ما قدرتوا. أيوة، لأن فشفنا أجزاء من الديتكتور اللي هو الغلاف، كأنه الغلاف الخارجي أو أي نعم صحيح، لأن يعني حاليا ليس مسكر القلب. الديتكتور. أنا كنت أي أتمنى، هل كان بإمكاننا نصل للقلب ولا لا؟ لا لا لا، لأن لا لا حاليا مو بمفتوح حق السيرفس كامل، بونجور. هذه مجرد أصلا بالحظ اليوم صادف إن قدرنا ندخل داخل. والله الأوبريشنز شغالة، البيمز موجودة لنهاية نوفمبر تقريبا، ل 28 نوفمبر. صحيح. وبالنسبة للوزن اللي قال الدكتور مال الديتكتور، فهو فعلا يعني جدا ثقيل، يعادل مرتين من برج إيفل، يعني حوالي 13,000 طن، فشيء مو سهل. الدايمتر مثل ما شفتونه كان حوالي 15 متر. يعني هو لما نروح لداخل نشوف انه يعني خلينا نقول 4 طابق او 5 طابق شيء كذي، فتخيل انك كأنه بناية كبيرة. وطبعا هذا جزء واحد من تجربة او اكسبيرمنت واحد من الاكسبيرمنت او الفورج الفور لارج اكسبيرمنتس في سيرن. فالسكيل اللي نشتغل فيه جدا كبير، مثل ما قال الدكتور هي اكبر تجربة علمية في العالم. ف والجدير بالذكر علي ان الدكتور محمد يوسف من اول المساهمين من جامعتنا في السي ام اس، وهو جزاه الله خير اللي استقبلنا وعرفنا بالتجربه 2019 اول ما بدا الكولابوريشن. ولو درينا انك موجود اليوم دكتور كان خليناك تتكلم عن الفيزيكس، يعني تحطينا نستحي نتكلم في ايوه الفيزيكس قدامك. بالضبط. هني بنشوف الشافت الثاني البي ام 54 شافت. يعطيك العافيه دكتور. هذا صاير في الجهة الثانية، وهذا الشافت اللي يمشي فيه الليفت. مثل ما تشوفون، ممكن تلاحظون ان في ليتات قاعدة تروح على فوق، ان هذه بس خالينها كانديكيشن ان في داتا فلوينج، بس حاليا المفروض انه ما في داتا لان البيم موقف. لا، بس حتى لو ما تعني البيم اي شيء. موقف علي نشغل رن نسميه كوزمكس، ناخذ اها داتا من من ايه الكوزمكس، فتجينا اشعاعات شمسيه، اشعاعات كونيه، الديتكتر يقدر يقراها. فاذا صحيح. ما في فيزيكس بيم نقدر نشغل رن ثاني نسميه كوزمكس. بونجور. حاليا احنا في الكاونتنج روم بتشوفون ان سيرفرات ايش كثر، وكيبلز وايرز. طبعا في البدايه عندنا هذا الجزء متعلق بالديتكتور سيفتي سيستم. هو عباره عن يعني خلينا نقول شيء قاعد يقيس لك الاجزاء الحيويه مال الديتكتور. لما مثلا عندك ليك بيعطي الشباب اللي في الكنترول روم الارم انه في ليك، او ببين لك ستيتس مال بعض الاجزاء. مثلا هم في مال سموك ديتكشن، تمبرتشر، في كذا شيء موصل. مثل ما تشوفون الحجم كبير جدا، وكذا راك، كذا واير، كذا سيرفر. وهذا يوحي بحجم الديتكتور او حجم الداتا اللي قاعده تجي. ف سكيل جدا عالي. بعدين عندنا الجزء الثاني اللي هو في هذه الجهه اللي انا رايح لها، هو الداك سيستم. عبد الله هو خلينا نقول داك شيفتر، فبخليه هو يتكلم عن الداك لانه اخبر مني فيه. ايه، هذه هو مو بهني الداك تقريبا، هذه اللي الحين ايه بس رويكم هني بالفايل، جزء هذه الداك الان بس. جزء من الداك مثل ما تشوفون، ايوه هم هني، مجرد ايوه هني سيرفرات و عندنا مال هاي فولتج، هل و ها ايه ممكن نروح على هني بعد.
طبعا كل خلينا نقول مجموعه من الروكس محميه بنظام سي او 2 اكستنجوشنج سيستم، ان هذا لما بيشوف فيه انه سموك او شيء يعني يقدر يسوي تريجر على كل جزء مثل ما تشوفون، او كل كابينه بحد ذاتها يقدر يطفي الحريق اللي فيها. ما ادري عبد الله اذا حاب تتكلم عن الداتا تيكينج، مثلا عندنا ايه حوالي 40 مليون كولاجين في الثانيه. هو هذا الليفل من التريجر، او احنا نسميه ايوه الليفل الاول، الليفل السفلي من الداك. مثل ما قلنا 40 مليون كولاجين، 99% منهم ما لهم اي قيمه. فعندنا ايه سيستم تحت هو اسرع شيء، متواصل مباشره بالاجزاء الديتكتور اللي شفتوهم، او اللي يسمهم سب سيستمز، مؤلف من اف بي جي ايز غالبا او اسكس. هذه يختار من ال 40 مليون 100 ألف في ظرف 4 ملي صحيح ثانية. فكل 4 ملي ثانية عندنا في وقت الكولاجينز عندنا 40 مليون كولاجين، يختار منهم 100 ألف في الثانية. ال 100 ألف ذيلا يختارهم على حسب thresholds، سيجنالز معينين، هني عندنا ناس algorithms قاعدين يشتغلون معينين. لان في تكنيكال ستوب، في تكنيكال ستو اي بتحصل ناس وايد الحين تحت، انه زحمة يصير يستغلون المكان. الوقت يعني. ايه فاللي يصير هذه الريد اوتس كلها يصير ويرسلها عندنا فوق في نسميه الهاي ليفل تريجر، او التريجر فارم فوق. علي بعدين بيرويكم اياه ان شاء الله. ان شاء الله يسمح لنا الوقت. طبعا عادة لما بنروح في الفيزيتورز باث ونبي ندخل على السيرفر الاكسبيرمنتال كافن، بنروح من هذا الطريق. بس اليوم لان صاير انه سبيشال فيزيت فما رحنا من ذيك الجهة. مثل ما تشوفون هنا عندنا كذا سيفتي سيستم. عندنا مثلا هني السلف ريسكيو ماسك، ان اي واحد حاب يكون عنده اكسس على الاندر جراوند لازم ياخذ كورس في هذا الشيء، انه لما يصير اي ليك انه يعرض حياتك للخطر لازم تلبس هذا الشيء، او اول شيء تجلس على الارض تلبسه وتسوي الايفاكويشن. عندنا هني مثلا هاي الموبايلز، انه لما يصيرون خلينا نقول واحد صار في خطر او شيء وخلاهم في هوريزونتال بوزيشن، بعد وقت معين راح يتصل على الفاير بريجيد دايركت، ان هم كل شيء هنا الفاير بريجيد، هم بيجون بيساعدونك، هم الامبولانس، هم خلينا نقول الاسعافات، فهم اللي عندهم القدره انهم ينقذونك. عندنا هنا بعد خلينا نقول هاي الكبت، في كذا شيء حق السيفتي. هني هذا الجهاز بقيس خلينا نقول الراديشن او الكونتمينيشن لما تدخل على الكافرن، توقف عليه وراح يقيس لك اي قد تعرضت للراديشن، او اي قد عندك راديشن الحين. الاكسس هني هذا الشيء او هذا الباب بتلاحظون انه لونه احمر، يعني المفروض ما تدخل هناك لو شنو كان. ليش؟ لان هذا صاير خلينا نقول في لفت ثاني في ديك الجهة او الجهة المقابلة غير عن اللفت اللي جينا منه، ولا هو هذاك ذيك الجهة. اوكي، اللفت اللي موجود في هذه الجهة المفروض نستخدمه بس اذا كان في امرجنسي، لان هذا الباب لما تفتحه راح يوقف كل الاكسبيرمنت، يسوي لها ستوب، عشان هني بيكون المنطقة اللي داخل فيها راديشن اعلى لان صايرة جهة التانل. فعشان هذا الشيء المفروض ما نطلع من هذا الباب الا اذا كان عندنا امرجنسي كبير، او مثلا في فاير في ذيك الجهه ما تقدر تروح عليها. توها صايره قبل كم من اسبوع علي، واحد فتح الباب بالغلط، بس مو بذي الباب، في ال اتش سي، ايه وبسببها صار بيم دامب وخسرنا وقت من الديتا تيكينج. ايه هني يعني كل خلينا نقول كل دقيقه مهمه في الداتا تيكنج، يعني بتاثر المفروض. عندنا هني خلينا نقول دورة حياة البروتون في سيرن ببدي عندنا بيتسارع في اللينير يا اللينير اكسلريتر في اللينك 2، وبعدها هني بصير سرعته تقريبا 31.4 من السبيد اوف لايت، بعدين بنروح للبوستر
راح يزيد الطاقة مالته أكثر، والسرعة مالته راح توصل إلى 91.6% من سرعة الضوء مسامحة. وبعدين راح يروح على البروتون سينكنترون، كذلك راح تزيد الانرجي وراح تصير 99.93. هنا عند الباراميترز بعد مال الطاقة ومال الانرجي او الكاينتيك انرجي اللي يحويها البارتيكل. وبعدين من البروتون سينكنترون بروح على السوبر بروتون سينكنترون وراح تزيد طاقته اكثر واكثر. وبعدين راح يروح على السي ام اس سوري ال اتش سي، وراح تكون سرعته تقريبا 99.9999991 من السبيد اوف لايت. ف بيتسارع على سرعه قريبه من سرعه الضوء، بيوصل لطاقه تقريبا ديزاين فاليو. عندنا احنا تو بيمز، واحد از روتيتنج اون كليك وايز دايركشن والثاني انتي كليك كاونتر كليك وايز، وبيتصادمون في الفور بوينتس مثل ما رويناكم فوق في الاتلس والسي ام اس والال سي بي والاليس. ف عندنا ان تو بيمز، واحد سبعه جاي مثلا من هذه الجهه والثاني بعد سبعه جاي من هذه الجهه، ويصير التصادم. فطاقه التصادم تكون مجموع طاقتين، فراح تكون حوالي 14. طبعا هذه الديزاين فاليو، اكثر فاليو وصلنا لها هي 13.6 تي اي في، وهذه كانت الماكسيموم في العالم كامل او الورد ريكورد، وحققناها في جولاي السنه هذه السنه اللي هي 2022. بعدين عندنا هني ايه في شيء حلو، ان كل البروتونز ناخذهم من هاي الهيدروجين البوتل الصغيره. نستخدم تقريبا 2 نانو جرام من الهيدروجين كل يوم، فيعني لما بتحسب الحسبة بتشوف ان بنحتاج مليون سنة او 100 مليون ان سنوات جديدة طويلة عشان نقدر نكمل كمية الهيدروجين اللي عندنا. بس لكن طبعا السيستم نفسه له عمر ولازم يسوي له مينتنس ويتبدل. تبدل من فترة قصيرة حاليا عندنا، اختلف شوي السيستم، ايه اتوقع في الشت داون اللي طاف سووا له ابجريد. صحيح. فبعدين عندنا هني قلت براويكم لما تأثير الماجنتيك فيلد لما ندخل على السيرفس كافرن. مثل ما تشوفون بعد في ماجنتيك فيلد، بس اخف من اللي لما كنا داخل. لاحظ انه بيتجه جهة الديتكتور. عندي هذا بعد. فهني الماجنتيك فيلد صاير ان تيرمز اوف ملي تسلاز، يعني حوالي ميبي 3 ملي تسلاز سمثينج، مو اكثر. 10 مللي تسلا، 10 تقريبا. لا اخر مرة قسناه في السيفتي اها تور كان اتذكر 3 ملي تسلا او شيء. اوكي، على حسب كلام سلطان الحين، سلطان ها يقول 10. عشرة. ايه اوكي تفاهم وياه بعدين اللي رجعت فوق. خلاص. لان انا جزء من شغلي كوني سيفتي تيم، ف نسوي هذه الاشياء. يعني حاليا بيلي نروح نشوف الكنترول روم فوق. طبعا هذا الباب اللي بنروح منه الى اليو اكس سي، وبشوفون لونه اصفر لانه كونديشنال، يعني نقدر نروح على داخل اليو اكس سي اندر سيرتن كونديشنز فقط. فلما يكون جنرال بيكون الكل يقدر يروح. هذا يصير في اللونج شت داونز فور اكزامبل. بعدين عندنا مثلا في ريستريكتد فيزيتس نفس اليوم، يعني عندنا شورت ستوب فالاكسس يكون ريستريكتد، ممنوع تدخل الا اذا كان عندك شيء مهم تسويه داخل. مثلا تبدل موديول معين، بتسوي انسبكشن حق شيء جهاز او سب سيستم، او مثلا تاخذ مجرمنتس فيزيت معينه. حق جامعة البحرين.
هاي الفيزيت طبعا واسطة سوينا وكان على حظنا. ولما يكون البيم شغال خلاص هني بيكون الاكسس مغلق ما تقدر تدخل. طبعا نشكر ابراهيم انه سوى لنا هالواسطة خلانا نقدر ندخل داخل. لا حظ ما لا واسطة ولا شيء. حاليا نروح على الكنترول روم. Yeah, we go to the control room. لأن وقت أتوقع أن الوقت قاعد يضيق. وإبراهيم هو الأيقد عندنا الوقت للساعة كم المفروض يكون؟ والله حاليا تقريبا من الوقت الرسمي للفيزيت يعني باقي 25 دقيقة. ايه بس إذا الجماعة موجودين إحنا موجودين. تمام. ممكن دكتور عبد الله القدومي والله علي الشعبوني يخبرونا شلون الوضع صوبهم. علي حنت رايح يعني المصعد تقريبا صح؟ في محاضراتك ايوه بشوي، يعني إن ممكن 15 دقائق بعد أتوقع، لأن في طلاب راحوا عندهم محاضرات وفي اوكي زمات ثانية، فممكن يعني بعد والله 10 دقائق ودنا لو يشاركونا الطلاب أتوقع بس يكون الا مناسب بعد بإذن الله تعالى. او حتى التعليقات، يعني اذا عندهم تعليق معين مو شرط سؤال علي الحين او شيء أوديكم لفت فوق انتباههم حق مثلا. الكنترول روم. دكتور محمد استاذ عبد الله، اذا تسمح لي تفضل. اضافه شيء للطلاب ليس لكم، أكبر إنجاز لسي ام اس هو اكتشاف هيجز بوزون اي نعم قبل 12 سنة. فهيجز بوزون عبارة عن مفتاح الكون، بمعنى هذا الديتكتر رجعنا إلى الثانية الأولى من خلق الكون حسب النظريات العلمية. صحيح. تسمعني؟ أيوه مسموع دكتور. مسموع. إنه والإنجازات الكبيرة قادمة إن شاء الله في المستقبل بجهودكم طبعا. شكرا جزيلا الله يسلمكم إن شاء الجهود، الله. وزيارة موفقة. وأنا جدا سعيد أنه جامعة البحرين متواجدين في هذا المكان الراقي في العالم، أكبر مؤسسة علمية في العالم. شكرا جزيلا. ما أسعد دكتور. علي ممكن أحد ينقطع عنا لأنه دخل اللفت. مثل ما قال الدكتور، من أكبر الإنجازات هو اكتشاف الهيجز بوزون، ولليوم تتم دراسة الهيجز بوزون، دراسات مستفيضة يعني وغيرها من الإنجازات. يعني يكفي أن الإنترنت مثل ما نعرفه اليوم انوجد في سام no that will be fine. الإنترنت مثل ما نعرفه اليوم إنجازات كثيرة في مجال الكمبيوتينج. من إسهامات جامعة البحرين في التجربة كانت في الكمبيوتينج من أول الإسهامات. لما ابتدينا مثل ما قال علي ران 3 بالهاي الطاقة اللي وصلنا لها، كان السي ام اس دبليو يستخدم كود انكتب عبارة عن ماجستير ثيسس في جامعة البحرين، كانت عبارة عن تسريع كلاسترنج الجوريثم، وكان دكتور عبد الله صحيح. القدومي مشرف على هذه الرسالة، ودكتور أحمد زاكي من الاي اس. فإن شاء الله نشوف عقب إسهاماتكم على سي ام اس سوفت وير بعد. علي عندك الاتصال الظاهر عند علي ضعيف. سي ام اس سوفت وير اللي نستخدمه في التجربة موجود أونلاين على جيت هاب، كل شيء أوبن سورس هني، بس بحثوا سيرم سي ام اس اس دبليو تقدرون تشوفون السورس كود، تشوفون الكونتريبيوشنز، تشوفون العدد الهائل من الديفلوبرز اللي شغالين، آلاف من الديفلوبرز شغالين على هذه السيستم، ملايين أسطر الكود اللي تتجدد من سنوات. من أهم المشاكل اللي نعالجها هني مشكلة الكمبيوتينج. الحين علي بيوديكم حق الكنترول روم. فمشكلة الكمبيوتينج مثل ما قلنا 40 مليون، ناخذ منهم 100 ألف، وبعدين المكان اللي بوديكم يا علي نحلل البيانات زود، ناخذ هاي من ال100 ألف 1000. فهذه كله يصير في ظرف 200 ملي ثانية، تحت الأرض 4 ملي ثانية، وفوق الأرض حول ال200 ملي ثانية. فالبادجت اللي عندنا محدود من ناحية الوقت، و
عالي حاليا عند مدخل الكنترول روم، المدخل الخلفي لها. ف So علي تقدر تكمل، روح على الكنترول روم. فاللي صاير عندنا، ف على طول نحتاج نجدد في السوفت ويرز، نسرع الالجوريزمز، نستخدم هاردوير جديده. ومن اضافات الهاردوير اللي صارت في هذا الران هو استخدام الجي بي يوز، الجرافيكس بروسيسنج يونتس، حق تحليل البيانات. تفضل. حاليا راح ندخل على الكنترول روم من الباب الخلفي مثل ما قلت. راح نشوف هاي ثانك يو هاي. طبعا do you want to go into the video؟ عندنا هني نو حيكون روبرتو الهيد مال السيفتي، السوبرفايزر مالي. هني على ايدنا اليمين عندنا جهة السب سيستمز او السب ديتكتورز. أي. فبشوفون ان كذا شاشة كذا بانل للتحكم بالبيانات، او اسار بالسب سيستمز نفسهم. شاشات كثيرة، كذا باراميتر، كل كذا سب شيء، ديتكتور كل له شيء، قسمين، سوفت وير وهارد وير، وهارد وير بعد. فهذيلا ايوه يتحكمون بالسوفت وير والهارد وير، وهذيلا كلهم اكسبرت في سب ديتكتور معين. صحيح. وطبعا مو بس تحكم، هم مراقبة، مراقبة. مونيتورينج يسوون يعني للاشياء الباراميترز مال الديتكتور. هني عندنا جهة الكنترول روم أو السي ام اس بشكل عام. هني على يميني محل اللي يقع فيه الشيفت ليدر، على يساري محل التكنيكال شيفتر، و ضروري ترويهم الداك اليوم شيفتر وين يا قال. الداك شيفتر عندك هناك على جهة اليسار. هني المحل اللي قاعد فيه عبد الله لما ياخذ الشيفت. هني صح؟ اي نعم، هذه 6 شاشات اللي قدامك، نتابع منهم ايه كل السوفت ويرز اللي متعلقه بالديتا تيكينج. فاحنا الداك شيفترز مسؤولين عن الديتا نفسها، متاكد ان كل السب سيستم شغالين كسوفت وير. الديتا تمام، توصل عندنا، تمشي في البايب لاين بدون ما تتاخر، بدون ما تسبب تعطل حق كل البايب لاين. فهذه هما مزون. الكنترول رومز. اطمنك ابو ابراهيم انه حاليا اول اوكي اول اوكي. يعني. هذه اكسبرت سيستم، اللي مهتمين بالاي اي وهالامور، هذه اكسبرت سيستم، اذا صارت مشكله يعطينا الحلول اللي هو مدرب عليها. وهذه نوع من الايفنتس نشوفهم هني، سلكشن من الايفنتس. فهذه تقريبا الداك شيفتر يقعد هني، وهذه مسؤولياته، هو اللي يبتدي الرن حق التيكينج، وهو اللي يوقف الرن، يعني يبتدي الداتا تيكينج ويوقف الداتا تيكينج. بيشوف إذا صارت مشكلة في سكرين واحد من السوفت ويرز يحاول يسوي لها ديباج يحلها، وإذا ما قدر يحلها يتصل بالإكسبرت. هذه شاشة التكنيكال البي سي اس، يطلع فيها أجزاء السيستم، هذه بعد كذلك أجزاء الديتكتور والديتا ريتس اللي قاعد تنأخذ هني، كم حجم الإيفنت يطلع، حتى حجم الإيفنت الواحد كم كيلو بايت قاعد ياخذ من عندنا. هذه الجرافز ديلن مالت الدي كيو ام، الناس اللي يتحكوا يشوفون الكواليتي مال الداتا. وهذه الستاتس مالت الاتش سي نفسه، في بيم ما في بيم، في تصادمات ما في تصادمات، كم الطاقه اللي قاعد نحصلها. وهني الستيشن مالت الشيفت ليدر. طبعا المكان زحمة الحين، لأن الحين عندهم الران كوردينيشن ميتنج، أتوقع خلص من شوي. وهذه تقريبا كل ايه شيء في ف يا حاليا قلنا ان نطلع من الكنترول روم عشان بعد ما نسوي عندهم فوضى. طبعا الكنترول روم الفيزيتورز العاديين ما يقدرون يدخلون لها،
بس اليوم عندنا سبيشال اكسس يعني، عشان كذي قدرنا ندخل على الكنترول روم. فهي مو في طريق الفيزيتور باث اصلا، او الفيزيتور باث. هني عندنا هذيلا shall we غرفة go فيها from اكسبرتس this way ثانيين. or okay فوقنا بالضبط ايوه هني علي هو الداتا سنتر مال الداتا السي ام اس. سنتر. اي can we go to the ف data center yeah فوقنا بالضبط الداتا سنتر مال السي ام اس، مثل ما قلنا السي ام اس سوفت وير اللي احنا نشتغل عليه شغال هناك. صحيح في تقريبا yeah 200 سيرفر حق الفلترنج، وعندنا تقريبا 57 سيرفر حق الداتا بيلدينج. ال 75 سيرفر يستلمون الداتا من تحت الارض، نتورك تقريبا سرعتها 200 جيجا بت في الثانيه. ولما يصعدون عندنا هني فوق نستلمهم احنا في شيء يسمونه الهاي ليفل تريجر اتش ال تي، وهو المكان اللي انا اشتغل فيه حاليا. I don't think I have access now. Oh, okay, nice. اوكي. Am I muted or... الصوت عالي. لا مسموع عليه. الصوت Okay. عالي داخل، وإن شاء الله نقدر Yeah. نسمع شيء. Because, no, I mean, you can unmute me, but I don't know anything about it. لا لا الصوت زين ترى، باهر Yeah. الكولينج سيستمز Okay. شغالين، أراضي الجو بارد حاليا، شغالين باهر لا بطاقة جو حلو خفيفة. الصراحة، أحلى من برا. Am I muted or okay. So هني مثل ما تشوفون كذا سيرفر كذا راك. عبد الله كلمكم عن كمية الداتا، ومن الأشياء الحلوة بعد في هاي المكان إن الفيو ماله حلو. I don't know أنا يوم if you can show this. يا هني لأن بجهة سيسي في فرنسا عندنا جبال جورا، منطقة جدا جميلة. بس عشان نطلعكم شوية من جو الماشينز والداتا والديتكتورز والكومبلكس سيستمز. فهاي مثل ما تشوفون الداتا سنتر. هناك بعد عندنا من بعض التيبل. عندنا وانا راح تقريبا 200 يا سيرفر حق الفلترنج، فيهم اي ام دي بروسيسورز، كل واحد فيه 2 سوكتس 64 كور، يا فعليكم الحاسبه. وكل واحد فيهم فيه 2 جي بي يوز انفيديا تسلا تي يا 4، نفس تقريبا سيت اب مشابه حق اللي عندنا في جامعه البحرين في البنفيت اي اي لاب. ممكن دكتور عبد الله بعدين يودي يسوي لكم رحله ميدانيه يراويكم اياه. يرويكم الكلاستر اللي عندنا في الجامعة. هو الالجوريثم اللي طورتها ابو ابراهيم حق الكمبيوتنج هني، استخدمتون شيء مشابه لها في السيرفر او في الكلاستر اللي قاعدين يسوونه في جامعة البحرين كأنه او شيء كذي صح؟ الكود نفس اللي الكود اشتغلنا عليه في ايوه الماجستير حاليا مستخدم في الران اللي موجود. وعشان نبني الكلاستر طبعا استعنا بخبرات الجماعه اللي موجودين هنا، ما قصروا السوبرفايزر، فساعدونا في بعض الامور تكنيكال. وحاليا شغالين بعد على شلون نزيد البرفورمانس حق الالجوريزمز. البرفورمانس وايد مهمه هني، يعني اي زياده خفيفه في البرفورمانس، يعني هاي أشياء واجد. اخر مره حصلنا زياده 6% في البرفورمانس، هذه معناتها ملايين من الدولارات سنويا في صحيح. تكاليف الكهرباء وغيرها وحفظ الوقت. أيوة تينا هني الحين علي؟ والله في شيء بعد؟ إيه we will go to them. والله ودنا إذا عندكم أسئلة أو تعليقات. يعطيك العافية علي وجميع المشاركين في الـ Virtual Visit. الله يعافيك. وبغيت أسأل بالنسبة لل إيه الـ NVIDIA Cards T4 حاليا قلت لي موجود عندكم إيه نعم صح؟ إيه إحنا عندنا
في عندنا تي 4 كاردز، وبعد في عندنا الاي 100. وكان من الاشياء بعد ان في الران القادمه او يعني في التطوير القادم حق السي ام اس بيضيفون مشابه للاي 100، لان هي الاي 100 كفاءتها اعلى بكثير. فممكن احنا نسوي بعض التجارب عندنا عشان لما يخلصونها ويشوفون مدى كفاءتها يقدرون يكررون بالنسبه لل في السي ام اس شنو بيسوون. اي نعم اي وردي يعني جربنا نشغل بعض الكود على الكلاستر اللي عندنا شغال من احسن ما يكون، وجربنا بعض التجارب على الجي بي يوز الموجوده. الامور طيبه. ف مثل حتى نقدر نشارك حتى في معالجه البيانات مالت السي ام اس. علي وصل هني. فالحين عقب ما تطلع البيانات عندنا من ال اتش ال تي تروح عندنا الى قسم نسميه احنا التير زيرو، هو داتا سنتر موجود في صوب سويسرا، تتخزن فيه البيانات وبعدها توزع حق شيء يسمونه الاوف لاين كمبيوتنج او اوف لاين بروسيسنج. على هذه تتوزع على كلاسترات موجوده في جامعات معينه، توزع اول شيء على شيء يسمونه تير 1. تير 1 هو سوبر كمبيوترز موجودين حول العالم. عقب تروح تير 2 اللي هم بعد ياخذون جزء من الشغل، هاي غالبا كلاسترات في الجامعه. عقب تروح على تير 3 اللي هو تير 3 حتى انت ممكن تشغل كمبيوترك في البيت او نشغل كلاسترنا في الجامعه ويصير تي 3. تير 2 حاليا عندنا واحد في المنطقه في لبنان، وما تدرون يمكن عقب نكون احنا النكست تير 2 او حتى تير 3 في جامعه البحرين. يعطيك العافيه علي. عافيك، اهلا وسهلا. شلون الوضع؟ والله الحمد لله مستتب. دكتور اسئله ثانيه جميعا، نشوف اذا في عند الطلاب اي اسئله. الشباب اي اسئله يا جماعه؟ Hello. Do you have a nuclear reactor in there? Nuclear reactor, no nuclear reactor. It's just some collisions between particles that create some kinds of radiation. But the radiation is very small. It is nothing compared to a nuclear reactor. Actually, the amount of radiation that you get from the experiment that Ali now got, he's radiated. No, he's not radiated. is less than the amount that you will get by flying in a plane. So if you fly in a plane, you will get more cosmic rays because you are in higher levels in the atmosphere. It will be less than what Ali just got from the CMS. True. So basically, as Abdullah said, it's not a nuclear reactor. It's a particle accelerator. Yes. But thank you for the question. Okay, so we hope inshallah that we can get more collaboration with CERN, and we can get it either here in Bahrain, as you mentioned, Abdullah, or inshallah in Switzerland, in the headquarters of CERN. We have also, I think, previously Dr. Hisham mentioned on the group in the teams about I think there is a collaboration with the team in Jordan. I think, can you remember the name, Abdullah? They can end in a road show, inshallah, Lihamat Hadid Tuarik Batab to Alan Al Mawdu. Now, في accelerator في الأردن. سيسمي اسمه هو لايت سورس اكسلريتور، ما اعرف صراحه تفاصيله بالضبط، لكن موجود في الاردن. وفي هذا الصيف عندنا فرصتين، فرصتين في الاردن وفرص في السمر ستودنت بروجرام في سيرن. والاكسلريتور اللي موجود في الاردن هو اصلا كان موجود في سيرن، وبعدين غالب التولز دي ترحلت الى الاردن. ففرصة تشاركون، وحتى في السمر ستودنت بروجرام، حتى لو تبعتون حق ماجستير بروجرام ولا دكتوراه، في وايد فرص موجودة سواء فيزيكس انجينيرنج مثل ما شفتوا، كمبيوتنج،
حتى الويب سايت، حتى بعض مثل شفتوا الداك اكسبرت اللي رواكم علي، او الجرافز اللي شفتوهم، الداشبوردز اللي شفتوهم، هاي عباره عن ويب سايت، ويب ديفلوبمنت. عندنا طلاب يجون من جامعات يشتغلون ديفلوبمنت، ويب ديفلوبمنت حق الداتا اناليسيس وداتا فيجواليزيشن. في واحدة على هالطار إنه من لبنان بعد نفس الشيء، إنه نعم. شغلها إنه تطور الموقع عشان أي. التراك أو المانجمنت مال الأيتمز في سير. ففي كذا فرصة متاحة حق كذا، يعني تقريبا كل المجالات، حتى مال الأدمن في له مجال، بس أي. الكالبريشن مال جامعة البحرين صاير في الانجينيرنج تكنولوجي وهم الاي تي. الاي تي. ايوه ما شاء الله نشوف الفيزيكس قريب. ان شاء الله. طبعا في السمر ستودنتس اخر سمر نجونا، له الناس اللي جونا من الفيزيكس، بس اي هم انه في مجال اي ظاهر نعم للاذرز اي تو اي جوين. من قبل ياونا طلاب من الاي تي حق السمر ستودنتس بروجرام. فمشكورين على جيتكم وعلى لو في أسئلة وقتكم. بعد زود نشوف دكتور. تم سفر الديدلاين بيكون في جانوري في العادة. أتوقع، ما أتذكر التواريخ بالضبط، بس برسل لكم الإيميلات ممكن تعممونها على الطلاب، وإذا بحثتوا في جوجل بيطلع لكم سير مستمر ستودنت بروجرام. توا فاتح الابليكيشنز قبل أسبوعين ثلاثة تسعين. أوكي. اوكي، مشكور عبد الله ومشكور علي، الله يسلمكم ان والشركة شاء اللي الله. عندكم جدا جهودكم مشكورة، زلطان والجروب كامل ومن وراء الكواليس كلهم، يعني نعرف الكاميرا موجود اللي عندنا قاعدة هني تضحك زلطان علي ونيومي. وشيء كلهم، يعني يعطيكم العافية جميعا، الله ونشكر يعافيكم. الطلبة اللي حضروا، الدكتور محمد يوسف بعد نشكركم على والجميع، التنظيم والدكتورة حصة دكتور بعد على انت التنظيم ودكتورة مع علي حصة. الشعباني وجاسم ومحمد حسن وعمار، وطبعا جوز، ثانك يو فور اولسو ذا سبورت، والعلاقات العامة جزاكم الله خير جميعا، ما تقصرون، وان شاء الله ننتظركم في الفيرتشوال فيزيتس القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء إن شاء الله. الله. الله يسلمك. نشوفكم على خير.